خليها هكا خير نوري بلوها نوري بلوها واي نوري لازم لازم تشوفوا له فقرة الوصلة الاستعراضية تقدروا من بعد تشوفوه لو تشيت لا 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 حسين وهاني باش نعمل كيف هاي نوري بلو باش ما نحرق ليش لو تفيد خاطر ماتشي ماتشي فويج دو نورس نحن راهو هدايا ما حويج دو نختار فيهم شابو تعرفوها عادي في المعادي نحن توا عادي في المعادي بالرسم تقتل المعادي راي تقتل ياسر مزيانة والكورنيش متاعها طويل على الاخرى بغموزة ده هو اطول كورنيش فيها بذخ وفيها النورمال ولسال دفت ساعة في اثنين العروسات اللي ظاهرين ده سخطة نيفو ياسر مزيانة ياسر مزيانة الحقيقة لعب يابون اليوم زادة جمعة اجازة اليوم دونك العبادة كل الدور في المعادي نحن نستناو في الرونديفو متاعنا على العشاء ملا معادي عجبتني عجبتني المعادي وخير كي جيناها في الليل في النهار ما مش تحسها عادية ما في الليل تقتل لمحة على المعادي عقب الليل فليك وكان نايل كروزز هذوكم كانوا سختي في النيل اما شوفوا الصغيرات اما كيفاش في الشارع عاملين حلقة شاستا راهم يموتوا يموتوا على الغناء والضحك والهدين راهم راهم وادخلوا علاش عجبتك مصر واش تحب مصر نحب الكلب حب وزينو قعدنا في قهوة سامباتيك على الاخر اسمها ار جي كامباني نورمالمون سامباتيك سامباتيك معناها تحسوها كي فيلا صغيرة ولات قهوة وبيان سور فما فاز اكثر حاجة عجبتني في مصر ما فماش حتى كونسوماسيون اوبليغاتوار فماش هذا ريق لازمك تفطر ولازمك تعشى ولازمك حاجة حلوة لو كادغي سامباتيك تيغاس عن النيل بلاصات انا عاوز اقعد في المعادي بون هو باش يتسمى فواياج صحيح لازم تجرب كل شيء طلع بوفيه طلع بوفيه حسيلو جينا باش نعملو كعشاء هذيك في باتوموس حاجه ليلي حاجه غراف حاجه غراف طلع بوفيه معناها ميم با عشاء سيرفيس محكيلكمش لا جو نو ريكوموند با حتى طرف زاد انا والله نشوفكم زاد متحركتش انا كان جات الحكايه بوسيبل والله نهبط ونقول لهم نخرجوا معناها اون انا وسيله والله ظهرت من خير روح والله وانا ما نريد صدمة كبيرة والله صدمة شوفوا محطة مصر في الإطار في القطر جو غيف جو غيف مش لازم كل شيء 5 شوف 5 الحمد لله هو كل شيء نجمنا نغضوا عليه البصر وطفينا الضوء اما كي نكبروا نطلعوا لفوق في الفلوكه في بير التبانيه في الحسانيه ف نحكي لكمش ما نحكي لكمش نحكي لكمش ما انا عرفتوا كان ساك كبار وتكل في القلوب وكالجو ذاك الكل ديكو الحقيقه لا معنى خلفتنا على ربي في الفليسات ما اون دو كيتي لي ليو اونيتمون زيدوا شوفوا لي عايشكم انتم البلاصات ما صغرهم زيدوا شوفوا هذا فما مينيموم 30 35 اتاج هذا مينيموم وكلهم هكا كلهم معناها انت ما تبانش قدامهم غير ما شو باش تفهموا انتم انا ذي اكثر حاجه عجبتني الحقيقه وتوا نورمالمون هنا لقينا بلاصه تحق شويه معناها اللبسه اللي لبسناها اليوم ان شاء الله بعد ما هاي لباس بقدره ربي باش تسلك سوال ولا تبس تو تسلك اهو على الاقل حاجه عدله زي ما بيقول في مصر
هذا اون فيت قهوه في وسط السينما هو سيت سيني بلاكس هذا يا جماعه راه كومبلكس في سال دو سينما وفي قهوه في ار دو جو لوطا مي القهوه هذه ريكوموندي على الاخر ريناها شوف فيسبوك دونك انا جينا باش نجربوها الفيلم ان شاء الله مره اخرى بالك شي غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد بعد غدوه اسافوار ان شاء الله مي سينو القهوه سا ليغ دان تروك تري سامباتيك مزيانه مزيانه لا لا وربي تمت عملية إنقاذ السواغي بنجاح تقتل القهوة تقتل 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 قد ما نقول لكم تقتل وقد ما نقول لكم رأي في الدنيا أزين وشوية ماني فيك ماني فيك ماني فيك شوف وما غاديك هذوكم قاعدين يصوروا فيه وأنا هكا عم رحم في بليش لما قاعدين يصوروا فيه كل يوم هاو كتزيدوا تفهموا علاش نقول لكم راهو وين تحط روحك تلقى روحك في مصر موجود الريق والبلاد موجودين شوفوا لي المعون شوفوا القهوه كيفاش تجي كذا كابوتشينو اغزرو كيفاش تجي الكيس 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 يرعب يرعب شوف السوداس نتاعو وانا بيان سور خديت سموثي مانجا معنا انا ملي جيتوني قلت نهز سبعتي بالمانجا حتى كيس المانجا حاجه شباب راهو اي فو بروفيل واي مساج فيه سبان بلوكتو علاش انا قد نكسر في راسي مثلا اني جوست باش نبارنيكم فاسلي خاطر تكون تعملي في فولو معنا تبع فيا بالكونت متاعك وكي تخطر لك سبة ولا كي تخطر لك معناها مساج حلو وكيف منطقك كيف وكيف خلقك وتربيتك واصلك وفصلك معنا ما تعبش روحك وتعمل فو بروفيل باش تدخل جوست تبعث لك المساج هذاك معنا قاعد نشوف راني في المساجات نشوف اللي نخلط نجاوب اللي نخلط اللي ما نخلطش على غالب تكي نروح مهزلة والله مهزلة كبيرة أقسم بالله تمشيش تقولوا خاطر مانيش في داري معناها راني مقصر أمور روتين بالعكس هوني تنظمت أكثر حسيت روحي وليت مصفف كل شيء قدامي الصباح فازيتو الليل فازيتو وحسب رايكم انا وين تو بالطبيعه كل وزغه لصق في الشباك ونعشق البلاصات والله عندكم باش تحلفوني انا اوريكم طلع قبل لكم الكاميرا نوريكم هاني انا وين عايش هاني انا الفوياج فين عديتو ما نتحركش من هوني قهوة الصباح هوني الفطور هوني العشاء هوني اللمجة هوني تبديل الحوايج هوني ما مانيش لقي الكلام بالحق والله سبون استنست انا راني بالفيو هذه يعني باش يكون في بالكم من تو ما تتصدموش كان رقدت وقمت وما رجعتش لتونس ما نحبهاش تكون صدمه خاطر ديجا فهم برشا عباد تبعث مسجات يا اخي مازلتوا مطولين نعرفش لما حاله ما فحواه السؤال مي با الله هو عالم لان عند ربي حسيلهم البارح لليوم كدي كل ما نلبس لبسه ابارامون فما واحد جافي عندي ما نقول لك اللي قال له اشتخدم قال له تخدم حواس ولدت عيط لي الحواس عامل شنو حواس ولا مش حواس الحمد لله ربي نزل بركته في كل فليجة قسما بالله وحطت الحواج اللي حاجتي بها بالكل الحمد لله الحمد لله والشكر لله بدلنا النوك اليوم مش على حاجة خاطر شعري زيت وبخلتش ندوش تاول حقيقة وسيلة قول محمد ما يحبنيش قول محمد خايب معايا عسيلو بروجرام اليوم بناء على رغبات وشهوات كدي بما انه عشق هالأم كلثوم كبير ياسر الحقيقة هي تموت على حاجة اسمها أم كلثوم دونك فما متحف بتاع أم كلثوم مش معروف برشا ديجا اصلا حتى من التاكسيست اللي جابنا معناها قال
كنت نحكي على بيت كلمتين فهمتوا دون كان جينا توا المتحف ام كلثوم باش كاجي تفرج وتعمل دوره انا والله لا تعني لي شيء اي هاني معاك هاني معاك انا في الموضوع مونتو كان بلاصه ياسر سامباتيك وجاي في وسط النيل في تركينة متركنا كي عرف جزيره صغيره جاي ما بين المعادي وبين الزمالك ولا كيفاش حاسين علاش نوصف لكم بروف متحف ام كلثوم موجود في جوجل مابس سينو البارك اللي جاي فيه المتحف حاجه تفتق حاجه ترعب اون فيت هو هذا متحف ام كلثوم من هنا مش ندخلونا احنا تو وفما قلعه قديمه على الاخر قالوا ثاني اقدم قلعه في تاريخ الاسلام مانيش انتريسي وفما فازه ثالثه نسيت شنو هي ميل انورم وجوخ نجمو حتى تجيو وتعملوا دورها ابي